اعتقد وانا اريد استغل الفرصه اريد اهني جيشنا وشعبنا واهني نفسي واهنيك على المواقف البطوليه جيشنا اللي ما قصروا ورجعونا نينوى الحدباء ونقول لهم ما قصرتوا يا ابطال واحنا العنينا سوينا لكم اياه ومقصرين بحقكم اشتغلنا لكم اغاني وطنيه اشتغلنا لكم اغاني حماسيه ونقول لكم يا رب يعني ما نعرف ايش نحكي قليل بحقكم تحياتنا لهم واكيد الصبر والسلوان العوائل الشهداء أكيد.